اهلا مجددا مشاهدينا، نضم الآن المتابعة ونبتدر معنا هذا المحور عبر صباحاتنا الندية. واذا هي مساحة تحليلية لاهم الاخبار المحلية والعالمية. في صدد المحلية اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السوداني فيما يخص استئناف النشاط الرياضي، ايضا العالمية بالامس تعادل برشلونة الاسباني، الامل المخيب جدا لجماهير برشلونة، وكمان مباراة اليوم لريال مدريد. جملة وتفصيلا لكل هذه الأخبار على المستوى المحلي والعالمي يحللها لنا عبر صباح الشروق الأستاذ سالم سعيد الصحفي والمحلل الرياضي ورئيس تحرير صحيفة سوق الرياضي. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير على المشاهدين. نبدأ بأول الأخبار. كما ذكر حمزة، يمكن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السوداني، إلى أين يقود الموسم الرياضي؟ نعم، هو الاجتماع المقرر منذ أكثر من أسبوع على ضوء الاجتماعات المشتركة التي كانت بين الاتحاد السوداني لكرة القدم مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة لبحث كيفية عودة النشاط الرياضي. الاجتماع اليوم سيناقش نقطتين مهمتين، الأولى عودة نشاط كرة القدم في السودان، النقطة الثانية عودة المنافسات والاستحقاقات الخارجية القادمة. أنا في تقديري النشاط في طريقه إلى العودة في السودان، أنه الاتحاد السوداني كرة القدم منح ضوء أخضر من وزارة الصحة لعودة النشاط الرياضي في السودان. بناء على ذلك سيعقد اجتماع ظهر اليوم لبحث إمكانية كيفية عودة النشاط وكيفية تطبيق البروتوكول الصحي لعودة النشاط، لأنه وزارة الصحة لم تمنح الاتحاد كارت أخضر يعني طوالي أنه هو لا ينفذ النشاط، لا، منحته تنفيذ النشاط وفق اشتراطات محددة. وطبعا الاجتماع الثاني المشترك الذي عقد لم يفصح عن مخرجاته ولم يتحدث، ولا وزارة الصحة تحدثت ولا وزارة الشباب والرياضة تحدثت ولا حتى الاتحاد السوداني كرة القدم تحدث، لكن التسريبات أكدت أنه الاتحاد تلقى ضوء أخضر وفق إجراءات وبروتوكول صارم جدا. هذا البروتوكول الصارم الاتحاد العام بنسبة كبيرة سيتكفل بالمبالغ المالية من فحص الفيروس بالنسبة لكل اللاعبين وتعقيم الملاعب وتعقيم الكرات وتعقيم حول الملعب وخلافه. والاتحاد أعتقد لديه أموال وصلته من الفيفا ومن الكاف سيدفع هذا الأمر، إذا الدولة ما دفعت هو سيدفع من أجل استمرارية النشاط. لكن المجلس إدارة الاتحاد نفسه يواجه انقسام حاد جدا وتراشق في وسائل التواصل الاجتماعي بين عودة النشاط من عدمه. في مجموعة بقود الدكتور كمال شداد، منها بروفيسور جلال نائب الرئيس الأمين العام، دي المجموعة اللي بتقود عودة النشاط. الأمين العام طبعا ليست لديه صوت في المجلس الإدارة، وهناك مجموعة أخرى لديها، أنا في تقديري لديها أجندة معينة وحسابات معينة لكي لا يعود نشاط كرة القدم في السودان. هي ده الكيس الوحيد الحاصل في كل الدول انه الاتحادات بتصطدم بالحكومات، الحكومة تقول لا الدوري ما يرجع، زي الحكومة الفرنسية قالت الدوري ما داير يرجع، حكومات في افريقيا قالت الدوري ما داير يرجع، هولندا ايضا قالت الدوري ما يرجع. لكن ان تمنح الحكومة الضوء الاخضر للاتحاد يكون هذا الامر لم يحدث الا بدرجة كبيرة في السودان وبدرجة اقل في جارة مصر فقط. يعني احنا والمصريين بنشترك في الكرة، ده المؤشر. انا اتوقع اليوم سيكون تصويتي حاسم في الاتحاد لانه في النهايه سيخضع للتصويت. الاصل في مجلس اداره نادي الاتحاد السوداني هو تسيير النشاط، الاصل في مهامه هو تسيير النشاط في البلاد، دي المهمه الاولى لاي مجلس اداره اتحاد وليست عرقله النشاط. بعض اعضاء الاتحاد تحدثوا في مواقع الكترونيه بانه لسلامة اللاعبين، سلامة اللاعبين لا يحددها عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني، سلامة اللاعبين يحددها وزير الصحة. هو وزير الصحة إذا قال خلاص ما في مشكلة، إذا قال لا لسلامة اللاعبين ما في دوري يبقى خلاص ما في دوري. فهو عليه عضو الاتحاد السوداني كرة القدم أن يتحدث عن المسألة الفنية في مسألة عودة الدوري والفائدة المجنية عن عودة الدوري وخلافه، لا يتحدث عن سلامة اللاعبين وسلامة الأشخاص، دي ما مسؤوليته. نعم، يمكن شداد قال يعني لقاءاته مع وزارة الصحة كانت لقاءات عامة، يعني ما لتحديد إقامة الدوري أو غيره. لا، ما هو في أكثر من تصريح منسوب لشداد. نحن للأسف المواقع الإلكترونية تفتقد إلى المصداقية بنسبة كبيرة، لا نقول بكل نسبة لكن بنسبة كبيرة. هناك أيضا حديث لشداد مع أحد الصحف ونشر إلكترونيا بأنه ليست هناك أي جهة تستطيع أن تمنع قيام أي دوري في العالم إلا تقريرين، تقرير أمني إذا في تقارير أمنية قالت الدوري ما يتلعب، وهناك تقرير صحي إذا في تقارير صحية وبائية أن الدوري ما يتلعب، كما حدث في بطولة أمم أفريقيا 2015 في المغرب. وزير الصحة المغربي تدخل وقال أنا ما دار بطولة أمم أفريقيا تتلعب نسبة لتفشي مرض إيبولا حينها في منطقة غرب الغارة، وفعلا تم إلقاء بطولة أمم أفريقيا وتحويلها إلى قينيا الاستوائية وتمت معاقبة المغرب، ثم بعد ذاك المغرب اشتكى إلى كاس واسترد حقه. إذا في تقارير صحية قالت الدوري ما يتلعب،
يبقى الدوري ما يتلعب. وشداد كان منصاع جدا، يعني الجميع توقع لما يعرفونه عن رئيس الاتحاد السوداني دكتور كمال شداد بانه سيصطدم بالدولة وبالسلطات الصحية، لا بالعكس هو كان يعني مرن جدا وكان منصاع بمسألة التقارير الصحية، لأن التقارير الصحية ما فيها يعني فيها لعب، يعني التقارير الصحية زي وزارة الصحة قالت وقفوا أول قالت ألعب الدوري من غير جمهور يوم 14 مارس، قرار من وزير الصحة وافقوا، ثم قرار في 17 مارس إيقاف الدوري، تم إيقاف الدوري، ثم قرار آخر بإخلاء معسكر المنتخب الوطني، فقام الاتحاد بإخلاء معسكر المنتخب الوطني. بالتالي الاتحاد كان منصاع بكلياته لقرارات وزارة الصحة، والآن هو ما عقد اجتماعه لبحث عودة النشاط إلا بعد مشاركة الاتحاد السوداني في المؤتمر الذي عقد في قاعة الصداقة بتاع الوبائيات وبتاع لجنة الطوارئ الصحية، ثم لقاءين واجتماعين مشتركين مع وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، بعد ذاك جاء قرار الاتحاد. أنا أعتقد أنه الاتحاد أبدأ مرونة كبيرة جدا في كيفية عودة النشاط الرياضي تحت مظلة الدولة. طيب أستاذ سالم سعيد، يعني إذا كان هنالك ضوء أخضر لاستئناف النشاط الرياضي في السودان فده بيكون ممكن يشكل عائق كبير جدا للأندية في السودان في مختلف ولايات السودان، خاصة هناك تصريحات كانت من الأندية نفسها عبر برنامج زمن الرياضة تحيل زميلنا مختصم، هو أشاروا لنقاط ضعف كبير جدا في أنديتهم وعدم مواصلة الدوري، وكان عندهم تأمينات على أنه إذا تم إلغاء الدوري هذا يكون برد وسلام على بقية الأندية. ما المطلوب إذا تم استئناف النشاط الرياضي، خاصة أن المهلة الزمنية قد لا تكون بالكبيرة يعني، والأمر يحتاج لترتيب أولويات، أيضا يحتاج أيضا لتدريبات مختلفة لاستئناف النشاط الرياضي. طبعا هم اللعيبة هيحتاجوا طبعا إلى فترة زمنية كافية، ودي مسألة بحددها المعدين البدنيين. هو الآن الدوري متوقف له 100 يوم، أعتقد فترة زمنية كبيرة يعني فاقت الثلاثة شهور، بالتالي هم محتاجين فترة زمنية. هذه الفترة الزمنية لا يحددها رياضي يصرح، يحددها معيد بدني. المعيد البدني ممكن الاتحاد يستشيره، والاتحاد فيه لجنة تدريب مركزية تحدد سقف عودة لممارسة النشاط بالنسبة للأندية، وأنا أعتقد ممكن تكون كافية. يعني الآن الأندية في أوروبا لم تتحدث عن الفترة الزمنية، ما في نادي سمعناه وقال الفترة الزمنية دي كفاية ولا ما كفاية. دي مسألة بيحددها الاتحاد وعنده لجنة تدريب مركزية بيحدد فترة. نتمنى أن الفترة الزمنية تكون كافية بالنسبة للاعبين عشان ما يتعرضوا لإصابات وما في 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 أي مشاكل. إضافة إلى الاتحاد أيضا أنا أعتقد أنه من واجبه أن يدعم، يعني الدعم الاتحاد سيسهل عودة الدوري بشكل قوي. حديث منسوب لأحد مسؤولين في الأندية إنه الأندية ما عنده قروش، ما مشكلة الاتحاد، النادي ما عنده قروش يا أخي ما ممكن يعلن إفلاسه ويقفل. يعني في أندية في إيطاليا هبطت للدرجة الرابعة، إذا أنت كنادي ما عندك قروش إنك أنت تدفع مرتبات لعبتك، ده ما عنده علاقة بأنه النشاط يرجع بعد كورونا ولا لا. فإذا النشاط ما رجع ما أنت برضو ملتزم بلعبتك، ما عندك عقد، هذه ما مشكلة الاتحاد. لكن السؤال يعني إذا تم استئناف النشاط الرياضي وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية الآن في جائحة كورونا، كان أيضا عندك إشارة لحديث في حلقات سابقة على أنه إذا تمت جدولة المباريات جميعا في الخرطوم زي دور النخبة اللي كان سابق عشان برضو يسهل عملية المرور والحركة بالنسبة للأندية، فهل هو حال ممكن يكون في ظل أحد المقترحات اللي طرحت على الاتحاد السوداني كرة القدم منذ بداية أزمة كورونا؟ ده واحد من الحلول الطرح لإدارة الاتحاد السوداني كرة القدم، هم ما قد يكونوا ناقشوا هاتفيا مع بعض، لكن اليوم سيحسم الامر انه ده ممكن يكون خيار. قد بعض الانديه قد لا تقبل هذا الخيار، يعني نادي مثل هلال كادوغلي يعني هو مهدد بالهبوط ويعتمد على سلاح الارض والجمهور، يعني ده بالنسبه له حتكون انا اعتقد مساله صعبه انه هو يجي الخرطوم ويلعب امام انديه ايضا بتعاني الهبوط وهي يعني تسكن في الخرطوم، فبالتالي دي بتكون بالنسبه لهم مشكله وما منحته. لكن في النهايه قرار الاتحاد حيكون حاسم، صحيح حيكون فيه تجني على البعض وحيكون فيه افضليه للبعض، لكن ضل وضع كده يعني ده وضع الجائحة كده، ما هي في جائحة يعني الناس، قرار الاتحاد لن يرضي كل الأطراف. أنا أعتقد قرار الاتحاد يجب أن يرضي المنظومة الكروية وأن يرضي الاتحاد السوداني كرة القدم وأن يكون لمصلحة كرة القدم في السودان بدون النظر إلى مصلحة نادي أو غيره. ومسألة تجمع في مدينة واحدة أحد الحلول المطروحة، مسألة مباراة البلاي أوف بلاي أوت، يعني كل الأندية الأربعة الأوائل تلعب مع بعض، الأندية الأربعة الأواخر تلعب مع بعض، أحد الخيارات المطروحة والتي لا تزال مطروحة الآن لدى الاتحاد الإيطالي كرة القدم. الاتحاد الإيطالي أكثر بلد أوروبي ضربته كورونا، قالوا لو
لقينا اصابات في 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 صفوف اللاعبين في الدوري الايطالي بكورونا، حنلعب البلاي اوف بلاي اوت وننتهي من الدوري الايطالي وخلاص. في انديه بترى انه يعني اقامه المباريات في مكان واحد فيه ظلم غير عادل لبعض الفرق. صحيح. يعني في فرق لما تلعب في ارض النقاط بتكون اعلى. صحيح. في فرق برضه بالنسبه لها اللعب يعني عندها نقاط اكثر من الثاني، فبالتالي الظلم يعني شكله بالنسبه للانديه كان في هذا القرار. هو يعني كل ده اكيد، انا ضربت مثل بنادي الهلال قاعد اقول لي سيظلم من الامر ده، لكن في النهايه ما خلاص يعني ده الوضع الحاصل، مساله الظلم ده الوضع الحاصل. الان انديه مثل برشلونه قبلوا الوضع نعم يعني مانشستر سيتي لعبوا مباراه الذهاب خارج ارضهم في دوري ابطال اوروبا بجمهور فريقهم الخصم، الان حيلعبوا داخل ارضهم في دوري ابطال اوروبا بدون جمهور، وحيقولوا نحن مظلومين؟ قالوا نحن مظلومين، خلاص ده الوضع كده، ده الوضع الحاصل يعني. استاذ سالم انت ذكرت نقطة يعني تكلمنا عن الخلافات الحادة اللي بتكون داخل الاتحاد ما بين استمرارية النشاط الرياضي وما بين التوقف والإلغاء، من المستفيد في الحلقة دي يعني عموما يعني ما بين إلغاء الدوري وما بين استئنافه خاصة في القيادات الموجودة داخل الاتحادات والأندية الرياضية؟ والله شوف، ما هو أي شخص في الاتحاد السوداني لكرة القدم هو جاي من نادي، يعني أي شخص في الاتحاد في مجلس إدارة الاتحاد لديه انتماء لنادي، وإذا اصلا ما لديه انتماء لنادي ما كان وصل الاتحاد. ما اي رياضي في العالم بيبدا بنادي في العالم مش في السودان، يعني رئيس الاتحاد دكتور كمال شداد معروف هلالابي مثلا، هو كان مدرب في نادي الهلال معروف، فالامر ده معروف اصلا، ونائب الاول به هو سعاده اللواء عامر، وكان الامين العام لنادي المريخ، وده امر لا يضير في شيء. اذا تحدثنا في كل العالم اي رئيس او نائب رئيس هو في النهايه بينتمي الى نادي، لانه دخل الى منظومه الوسط الرياضي عبر نادي، لكن بعد ان يتسامى فوق مسألة الانتماء الشخصي. أنا أعتقد أن الأشخاص اللي بيميلوا لأندية بتعاني للهبوط من مصلحتهم أنه الدوري يتلغي، والأندية دي من مصلحتها أن الدوري يتلغي، والأشخاص اللي بينتموا لأندية تصارع في مراكز متقدمة من مصلحتهم أنه الدوري يقام. نعم. طيب كيف ممكن أن تتعامل الأندية يعني مع قرار المجلس اليوم سواء كان بال يعني الإلغاء أو حتى بإكمال الموسم؟ الأندية تنصاع إلى قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم. إذا في نادي عنده مشكلة شايف انه القرار ده مجحف بالنسبه له ممكن يتكلم في الامر ده، لكن انا اعتقد انه قرار الاتحاد يعني هو قرار يعني قرار حاسم وقرار هام. النادي يستطيع كعضو في الجمعيه العموميه ان يتحدث في هذا الامر، وليست كنادي وكعضو في الجمعيه العموميه ممكن يتكلم في الامر ده، لكن القرار هو قرار مجلس اداره الاتحاد السوداني لكره القدم. الانديه تتعامل طبعا بكل تاكيد. نعم. سلتا فيجور وبرشلونه الاسباني للساحه العالميه، الجميع كان او بالتحديد جماهير برشلونه اصابت خيبه امل، خاصه كان في ترقب انه يصلوا للجولات النهائيه وفي رصيد اكبر عن مباريات لسه. فانت كيف شفت مشهد المباراه يعني عموما مباراه ريال مباراه برشلونه الاسباني، يعني المشاكل كانت وين اللي خلت ريال برشلونه الاسباني ريال لاعب اللي حنجيب في تحليل خلته يتراجع بهذا المستوى السيء جدا في المباراه؟ يعني اصلا برشلونه متراجع منذ الموسم الماضي، متراجع بشكل كبير جدا، ومباراة ليفربول ومباراة الريمونتادا كفت عن تراجع برشلونة. برشلونة وصل إلى نصف نهائي الأبطال، شال الدوري الأسباني، وصل لنهائي الكاس، لكن كان متراجع بشكل كبير جدا، ولأنه الانتصارات كان بتخبي هذا التراجع وهذا الانهيار الموجود في صفوف فريق برشلونة، الأمر ده ما كان واضح. لكن في الموسم الحالي بعد تغيير المدرب فالفيردي ومجيء المدرب كيكستين كان في تراجع كبير. الدوري الأسباني منذ بدايته هو مصمم لتتويج فريق الريال، الريال هو الفريق الافضل في الموسم الحالي، يقدم في العروض الافضل، لديه الخيارات الفنيه الموجوده، برشلونه بدرجه اقل، وانا في تقديري انه الدوري منذ بدايته هو للريال، اذا اجاد حققه واذا فشل حققه فريق برشلونه. برشلونه لديه ميزه ما موجوده في الريال وهي سياسه النفس الطويل، يعني الموسم الذي يتوج فيه فريق برشلونه يتوج فيه بفارق نقاط عديده من المركز الثاني ويحسم مبكرا، بينما عندما ينال الريال لقب الدوري يناله بصعوبه وفي جولات متقدمه وفي صراع حتى الجولات الاخيره. برشلونه في الموسم الحالي كان مساله خسارته للمباراه خارج ارضه كانت عامل حاسم ومهم في صداره الريال حتى اذا فاز في مباراه الليله امام اسبانيول. برشلونه كل مباراته خارج ارضه حقق عدد نقاط قليل جدا، خسر مباريات سهله، تعادل مع كل الفرق الكبيره، يعني ما فاز على فريق كبير خارج ارضه، مستوى متواضع جدا بالنسبه لفريق برشلونه. حتى مباراته بالامس امام سلتا
كانت واضح ان فريق برشلونه يعني من الصعوبه ان يفوزوا. من قبله مباراه اشبيليه برضه كانت صعبه جدا، فريق اشبيليه كان هو الاغرب للفوز. برشلونه بشكله الحالي يعني انا اعتقد هو غير جدير بالتتويج بلقب بطوله الدوري الاسباني، هذا لا يعني انه البطوله ممكن حسمت بدرجه كبيره. نعم يمكن سواريز امبارح قال انهم بيفقدوا الكامب نو. بكل تاكيد هم بيفقدوا الكامب نو، الكامب نو من غير جمهور يعني واحد برشلونه واحده من الانديه اللي بتلعب مع جماهير، يعني الجماهير بتمثل لها دعم حقيقي، هي جماهير دائما ما عندها صافرات استهجان على عكس جماهير ريال مدريد في البرنابيو. قوة برشلونة في الكامب نو أكثر من قوة ريال مدريد في البرنابيو، وضعف برشلونة خارج الأرض أكثر ضعفا هو من ريال مدريد خارج الأرض. ريال مدريد في الموسم الحالي، إضافة إلى أن أنه ريال مدريد استفاد من بروتوكول كورونا، مسألة التبديلات الخمسة، ريال مدريد عنده دكة بدلاء أقوى من فريق برشلونة، مبدأ المداورة، زيدان أصلا من المدربين الذين يجيدوا هذا المبدأ بشكل كبير، واللعيبة بيعمل مبدأ مداورة عالي، بينما برشلونة يعتمد على عناصر محددة، إن أجادت في المباراة فاز، وإن لم تجد في المباراة تعادل أو خسر. أستاذ سالم، ألم يكن غير الاحتيادي هو العادي؟ يعني دائما كان ميسي ينفذ الركلات الحرة المباشرة على مسافة 20 متر من الملعب، بالأمس مرر الركلة لسواريز يعني، والجميع كان منتظر أنه ينفذ مباشرة في الملعب، هل هو برضو ممكن نقول هي الحاجة حميدة ولا ممكن تكون شكلت خطورة على النادي؟ هو حاجة حميدة، طيب لماذا؟ وأصلا ميسي منذ ذهاب فالفيردي لم يسجل أي ركلة حرة، ليه؟ لأنه فالفيردي كان عنده مدرب حراس بيشرح لميسي طريقة وقوف أي حارس في الفريق الخصم، وميسي فترته مع فالفيردي سجل أعلى عدد من الأهداف الحرة المباشرة، وفي الموسم الماضي 2019 كان أعلى لاعب في تاريخ الدوري الأسباني يسجل من أهداف حرة مباشرة، كان ميسي حقق الأمر ده. منذ ذهاب فالفيردي ميسي لم يسجل، زي بقت طريقته مكشوفة، بقوا أسع في المباراة حقت إشبيلية بيوقفوا له لعيبة مع الحراس عشان حتى اللعيبه يمرقوا الكره، ودي حصلت، كشفوا السر يعني، فكشفوا السر فبقى التسديدات بيوقفوا اللعيبه او الانديه بتوقف اللعيبه بطريقه تصعب على ميسي تسجيل الركله الحره. بالامس ميسي خدع اللي الناس اعتقدوا ان هم بوقوفهم وقوف اللعيبه في اركان المرمى في الحره المباشره لين يسجل ميسي، قام بخداعتهم. يعني ميسي يمكن فشل على مدار اكثر من 10 تسديده ضربه حره اخرجها مدافعين ما حراس مرمى، من داخل المرمى اخرجها، فبالتالي هو بالامس خدعهم من خلال تمريره لسواريز، وكانت تمريره هي حقيقه اجمل من الهدف نفسه. نعم. طيب استاذ سالم، يعني برضه في اشاره في المباراه لانه اثارت الراي وخيبت امال كثير جدا من الجمهور، يعني السبب الرئيسي فشل برشلونه غير انه هو كان اصلا الاستعداد بتاعه على طول الدوري كان بالصوره المطلوبه، لكن قد يرى البعض انه مستوى الدفاع بتاع برشلونه كان سيء جدا، وخاصه التعاقم بتاع اللاعبين ما كان بالصوره المطلوبه. يعني انت بتعتبر يعني السبب الرئيسي في خساره برشلونه هل هو عدم الاستعداد الجيد ام اللاعبين الوحيدين اللي هم اللي بينفذوا زي خمسه لاعبين هم معروفين في اللي كانوا محركين المباراه، ولا الدفاع اللي كان سيء بالنسبه لبرشلونه؟ السبب الرئيسي في برشلونه منذ 2018 هو عندما يصل الدوري الى مراحل متقدمه ودوري الابطال الى مراحل متقدمه يحصل الانهيار البدني للعناصر الاساسيه التي تجاوزت 30 عام. تتكلم على معظم منظومة برشلونة الآن فوق الثلاثين، في الوقت أنه برشلونة غوارديولا الذي أبهر العالم واحتكر كل البطولات كان فيه ثلاثة لاعبين فوق الثلاثين وكلهم أقل من الثلاثين. المعيار في كرة القدم لتكوين منظومة عالية أنه يكون معظم لاعبين الفريق ما بين 25 إلى 29، معظم لاعبين برشلونة فوق ال 31، لكن صبروا على الاخطاء، لانه الشوط الثاني كان مفروض يغيروا طوالي، في الشوط الاول استمراره كله بالاخطاء دي ما غيروها مباشره في الشوط الثاني. يعني هي ما مشكله مباراه، انا لا اتحدث عن مباراه، لكن المشكله انه ككل برشلونه دائما رومونتادا امام روما، رومونتادا امام ليفربول، خسر جولات خارج الارض في كان في تخبط في الموسم الحالي، ادت الى انه الدوري الان اقرب الى فريق ريال مدريد، كل هذه الامور حصلت بسبب انه منظومه برشلونه الان معظم اللاعبين تخطوا ال 30، اضافه الى ان برشلونه منذ ذهاب المدافع بيول لم يجد مدافع اخر يلعب ثنائيه مع بيكي. يعني الان تتحدث عن ماسيو، تتحدث عن الفرنسي ماسيو، تتحدث عن ماسكرانو، عن امتيتي، عن الفرنسي ليجنت، بالتالي في اكثر من لاعب. بينما ننظر في الريال هناك ثنائيه ثابته في الريال منذ سنوات، ثنائيه راموس وفاران لها سنوات طويله وتؤدي بتناغم وبشكل منسجم. خلينا نمشي للريال مباشره، ريال مدريد امام فرصه ذهبيه للتحليق في صداره الليغا امام اسبانيا. والدوري هو دوري الريال،
يعني اذا اجاد حققه واذا فشل سيناله فريق برشلونه، وريال مدريد يعرف انه برشلونه مطارد عنيد وعنده النفس الطويل. ريال مدريد اليوم سيذهب الى برشلونه، اسبانيول هو القطب الثاني لمدينه برشلونه، فريق يعاني الهبوط، انا اعتقد ما حيكون فريق سهل في مواجهه ريال مدريد، مباراه حتكون صعبه لريال مدريد، فوز الريال انا في تقديري يكون الريال قد خطا اكثر من 75% نحو التتويج في لقب بطوله الدوري الاسباني، اي نتيجه اخرى ستحيي امال فريق برشلونه، الريال بيؤدي في فورمة عاليه، الفريق الوحيد منذ عوده النشاط بعد كورونا حقق الانتصار في كل المباريات، لعبته في توهج كبير منهم الفرنسي كريم بنزيما الذي يؤدي بنسق عالي منذ فتره، هناك لعيبه الوسط المتالقين، زيدان اراح عناصر في المباراه الماضيه امام مباراه ريال مايوركا كانت مباراه سهله واراح بعض العناصر الان حتجي تقدم مستويات جيده، اعتقد انه ريال مدريد في النسخه الحاليه هو الاقرب بكل تاكيد لتحقيق بطوله الدوري الاسباني. طيب هازار بعد الاصابه؟ والله هازارد اصلا هو لاعب يعني منذ مجيئه الى ريال مدريد يعني اصبح يصاب ويعود ويصاب ويعود، انا اعتقد لو كان في حاله تعافي كامل كان الوضع في ريال مدريد اختلف بشكل كبير. يعني هذا اللاعب لاعب مميز ولا يقل عن ميسي وكريستيانو رونالدو، اكثر لاعب نال نجوميه مباراه منذ عام 2010 بعد ميسي وبعد رونالدو، لاعب مميز ولاعب هو ممكن يكون اضافه. ريال مدريد يعني الميزه اللي فيه هو التنوع، يعني اذا لاعب اصيب عاد لاعب اخر، تالق لاعب اخر، دي الميزه. هازارد هو يعني لاعب يجب ان لا يفرط في الريال، مساله اصاباته وانه الموسم الحالي يعني كان مخيب شويه بالنسبه له في ريال مدريد نظرا لما نشاهده عن هازارد في تشيلسي، لكن في النهايه لاعب سيقدم الكثير لريال مدريد. سالم يعني الناس كانت بتتحدث عن جمله الاصابات اللي كانت موجوده في ريال مدريد، لكن انت بزاويه شوفك من خلال استئناف النشاط الرياضي واستمرار ريال مدريد في اللعب، لو تكلمنا من زاويه شوفك شنو الاخفاقات الموجوده في ريال مدريد وممكن يتجنبها في المباراه اليوم وممكن تشكل له دافع قوي جدا للمواصله؟ يعني شوف ريال مدريد دائما عنده مشكله، دائما مرات مشكله هجوميه حقيقيه، ريال مدريد ما عنده خط هجوم، يعني اذا تحدثنا عن كريم بنزيما او البرازيلي فينوس جونيور او جاريس بيل، يعني انا في تقديري ده لا يمكن ان يكون مثلا هجوم فريق مثل ريال مدريد، يعني كريم بنزيما هو ما سترايكر واحد من افضل سترايكرز في العالم، يعني زي ليفاندوسكي زي سواريز زي غيرهم، وصحيح عنده ريكورد عالي جدا، الريكورد ده جاء من استمراريته من 10 سنوات واكثر في فريق ريال مدريد، لكن لاعب يضيع فرص سهله، لو عينا للمباراه السابقه هو لاعب يمكن ان يكون يلعب جوار سترايكر هداف مثل كريستيانو مثل ليفاندوسكي مثل غيره، اما جاريس بيل اعتقد انه ريال مدريد ما قادر يتخلص منه لانه وجا بمبلغ مالي ضخم جدا، يوم من الايام كان اغلى لاعب في العالم 105 مليون يورو، وبالتالي هم داري يودوه للولايات المتحده الامريكيه او الى الصين. فينوس جونيور لاعب صغير والاعتماد عليه بالشكل ده برضه ممكن يكون مضر، صحيح اجاد في المباراه الماضيه سجل هدف جميل امام ريال ماركا، لكن كان في تساؤلات عندما كان برشلونه في الصداره والكلام ده قبل توقف النشاط، هل يحرز ريال مدريد بطوله الدوري بدون خط هجوم؟ الكلام ده جاء بسبب انه ريال مدريد كان فقد خسر في مباراه بعد فوزه على برشلونه في مباراه اضاع فيها خط هجوم الريال عدد جمله من الاهداف، لكن الان اعتقد انه في فورمه شويه عاليه لكريم بنزيما، حنشوف اليوم في مباراه اليوم امام اسبانيول هل سيثبت خط هجوم الريال انه هو سبب في تتويج الريال ببطوله الدوري الاسباني ان توج بها، ولا سيثبت انه هو خط هجوم متقاعس؟ نلاحظ المباراه كانت هامه وصعبه كلها الاهداف اتت من خط الوسط في ريال مدريد، وما يميز الريال انه يعني كل اللاعبين كل اللعيبه بيسجلوا يعني بيسددوا اهداف لكن ده هل يقود الى سؤال ايضا انه كل اللاعبين بيسجلوا اهداف، هل ده مبني على اختيارات اصلا اللاعبين في البدايه وتسجيلاتهم عكس كل الانديه؟ يعني لا ما مبني على الامر ده اصلا، لانه انت ما عندك سترايكر هداف، يعني هو ده ما مساله عيب، يعني الان بايرن ميونخ بالامس انهى بطوله الدوري الالماني لاول مره ب 100 هدف، 34 هدف جابهم ليفاندوسكي، يعني يعني ثلث الاهداف بايرن ميونخ في الدوري الالماني جابهم ليفاندوسكي، ده ما عيب لبايرن ميونخ، بالعكس دي ميزه انه يكون عندك مهاجم هداف. رونالدو كان في الموسم بيجيب لريال مدريد اكثر من 50 هدف، وبالتالي هي دي ميزه وليس مساله عيب. الجماعيه الكبيره في الاهداف وعدم وجود يعني مهاجم محنك في خط الهجوم ده ينتقص من قيمه الانديه الكبيره، كل الانديه الكبيره لديها مهاجم سوبر ستار بتعتمد عليه في خط الهجوم. في حال انه حصل له اي مشكله بتبقى عائق بعدين بالنسبه للعبة. ممكن بتبقى عائق نعم. طيب نوريتش سيتي يوقع مانشستر يونايتد في فخ التعادل. لا هو مانشستر تجاوز هذا الايقاع، الكره كانت 1-1 حتى الدقائق الاخيره وتمكن اليونايتد من الفوز في المباراه بهدفين الى نصف نهائي بطوله كاس الاتحاد الانجليزي، طبعا اول بطوله نفسها كان في حديث انه يجب ان يتم القائها، لكن الانجليز لديهم ارث تاريخي، كاس الاتحاد دي اقدم بطوله في العالم،
يعني بطولة بدأت سنة 1882، فالإنجليز البطولة ده أصبحت تقليد، تقليد إنجليزي، هم ما دايرينها بأي شكل من أشكال تغيير. والبطولة قبل جائحة كورونا وصلت إلى الدور ربع النهائي، وبالتالي الآن وصلوا هم إلى ربع نهائي البطولة، وبالتالي أصبحت البطولة يعني ما فضل مباراة كثيرة، كلها يعني 6 مباراة وتنتهي. بالأمس مانشستر يونايتد تأهل، في عدد من المباراة القادمة حتكون فيها صدامات، اليوم وغدا ستلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي. شيفيلد يونايتد وأيضا أرسنال في مواصلة الصحوة للاستمرار. والله أرسنال طبعا هو يعني حقق الانتصار في الجولة الماضية، وده كان انتصار بالنسبة له، تقدم فيه من المركز العاشر للمركز التاسع، لكن كل هذه الأمور لا تعد أنه أرسنال يعني سيكون بعيد جدا عن مسألة التمثيل. أرسنال لن يمثل في الموسم الحالي في بطولة في الموسم القادم في بطولة الدوري الأوروبي. أرسنال كان دائما يمثل في دوري الأبطال، ثم تراجعت طموحاته إلى الدوري الأوروبي. في الموسم الحالي في تخبط كبير في أرسنال، نتائج هزيلة، خسارات كبيرة، خط هجوم بدأ قوي جدا، ألكساندر لاجازيت وأوباميانك الجابوني بعد تراجع بشكل كبير، لا يقدم المستوى. أعتقد أرسنال أمام مفترق تور، يعني فريق قدم نموذج كأنه هو ميلان إيطاليا، يعني وصل بأرسنال أنه يصل للمركز العاشر ويعمل التاسع وتاني يرجع العاشر، أعتقد ده تراجع كبير جدا. نعم جميل. طيب أيضا من الأخبار يمكن أسباب تراجع مستوى بورسيا دورتموند وخسارته بالأربع أمام هوفنهايم. هو طبعا بروسيا دورتموند منذ خسارته أمام بايرن ميونخ بعد ده يعني أصبح الفريق تخلى عن مسألة النزاع على لقب فريق عن النزاع على لقب الدوري الألماني، ثم بعد ذاك فاز في مباراة بالنسبة له كانت مهمة أمام لايبزيغ قبل 3 جولات ونال المركز الثاني في الدوري الألماني. هو أول قنع من مسألة المركز الأول وخسر مباراة، ثم فاز على لايبزيغ في صراع المركز الثاني ونال المركز الثاني، ثم أصبح الفريق يعني فاقد للطموح. هي مباراة كانت فاقدة للطموح، يعني بروسيا دورتموند مباراة الأمس يعني لا تعتبر مباراة خارج السرب بالنسبة له. الفريق يعني فعل كل شيء في الموسم الماضي وفي الموسم الحالي لكي يفوز ببطولة الدوري الألماني، لكن يبدو أن يعني موجة بروسيا دورتموند أقل أو أقل عتوا من يعني سقف بايرن ميونخ. بايرن ميونخ فريق عتيد وفريق قوي جدا، ولم يستطع بروسيا دورتموند أن يحقق بطولة الدوري في ظل توهج بايرن ميونخ وفي ظل السياسات التي لا يزال يتبعها فريق بروسيا دورتموند بأنه يبيع لعيبته لبايرن ميونخ أو لغيره من الأندية الأوروبية. طيب نعرج في الأخير يعني على حسب ما تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي والمشهد الرياضي، اللاعبين الدوري الممتاز يلعبوا خارج المنطقة المخصصة لهم كده نقول في الحواري يعني، فهل ده يعني عدم وعي منهم؟ والمتوقع شنو من أنديتهم المفروض تتخذ القوانين اللازمة، يعني خاصة إن إحنا في استعداد لعودة النشاط الرياضي، يعني وفي يعني باعتبار إنهم كسروا هم راحت لهم كده شوية أستاذ سالم. وده أمر ليس جديد، الأمر ده قاعد يحصل في السودان وحصل الآن وسيحصل في المستقبل، طالما الأندية دي هي سياساتها اللي بتتعامل فيها مع اللاعبين. الاتحاد السوداني لكرة القدم يمكن أن يعاقبهم باعتباره أنه في توقف للنشاط من الدولة بسبب جائحة كورونا. يعني الآن الدولة النشاط لسه ما عاد، أنت الاتحاد السوداني سيجتمع الليلة، أنت بتتحدث أنه كورونا وما في نشاط، واللعيبة دي الآن بيمارسوا في نشاط في الأحياء، كلهم في حي يعني بيلعبوا، والأمر ده موجود. أنا أذكر حديث أو حوار مع مدرب المنتخب ستيفن قسطنطين الذي يعني عندما سألناه عن خسارة المنتخب الوطني قال تسألوني عن خسارة المنتخب الوطني وفي عدد من لعيبة المنتخب الوطني بيلعبوا تدريبات في الأحياء. هو قال أشار الأمر ده بالشكل الصراح، والأمر ده أثار جدل كبير، والأمر ده الآن موجود. يعني ممكن تكون خلفيتهم الرياضية يساعدوا إنه هسه متوقفين من الدوري، ممكن يساعدهم على استئناف. لا المساعدة على الاستئناف هل الحاجة دي إيجابية ولا سلبية؟ لا سلبية. المساعدة على الاستئناف لا تتم بمشاركة في مباراة في الحواري، المساعدة في الاستئناف هي تتم بتدريبات وفق إرشادات المعد البدني للنادي اللي انت بتلعب فيه بمعزل بشكل منعزل في بيتك زي ما بتقنية الفيديو كول بتطبيق الواتساب بغيره. المهم انت تكون بمنزلك بشكل منفرد وليست عبر ممارسة الرياضة عبر الأحياء. أنا طيب أعتقد خطأ كبير جدا، لكن هو أمر ما جديد عشان الناس ما تهجم بس على اللاعبين الحالين. الناس شافت صورة مهند الطاير وغيره وتكلموا كلام كثير، الأمر ده ما جديد وحصل بشكل قاعد يحصل بشكل كبير وللأسف بشكل متكرر. بما إنه ما جديد وحصل كثير بشكل متكرر، موقف الأندية ما حد عاقب لعيبته، ما حد عاقبهم لأنه الأندية نفسها يكون في ثغرات، ممكن اللاعب له كم شهر ما ماخذ مرتبه، فبالتالي الأندية ليست لديها قوة في معاقبة لعيبتها، الأندية ليست قوية بالقدر الكافي لمعاقبة لعيبتها. الاتحاد الوحيد هو الذي يستطيع أن يعاقب
في مسألة المنتخب الوطني لأنه هو بيطبق القانون وعنده القوة. لكن الأندية ما شفت نادي حتى الآن عاقب لاعبه شارك في دورة رمضانية أو في دورة فلاحية أو في دورة عسكرية. نعم. طيب في إشارة من زميلنا العشاي أنه في صور هي على لآخر اجتماع يعني دار. أها. طيب نعلق عليها صور لآخر اجتماع، شكله كده الاجتماع أيضا من خلال المشاركة في الفيديو أو التجهيزات، تجهيز يعني الاجتماع. لا دي صورة الخبير التحكيم عامر عثمان ويشارك في دورة تدريبية في الكاف، الخبير الدولي اللي هو التحية ويشارك في الدورة. طبعا يعني يمكن في طوال فترة كورونا دي المسؤولين في الاتحاد السوداني لكرة القدم شاركوا في دورات عديدة، منهم دي دورة تحكيمية، في مشاركة الأستاذ هشام محمد أحمد شارك في دورة أمنية مع الاتحاد، وطبعا المنسق الأمين للاتحاد السوداني لكرة القدم، في دورات تدريبية شارك فيها الأمين العام وغيرهم، الزميل المنسق الإعلامي المهندس سامي جديد التقني، دورة انتقالات لعيبة. يعني يمكن ما يحمد للاتحاد السوداني لكرة القدم في دورته الحالية أو الاتحاد الحالي بأنه اتحاد منفتح نحو الدوريات التدريب ونحو تأهيل كوادر، يعني خبير زي عمرو عثمان بكل تاريخه ده يتلقى دورة تدريبية أكاديمية للنهوض وليعمل ريفرش لمعلومات، يعني ده أمر جيد أنا أعتقد. صحيح. طيب نحن ختاما كذا من خلال مشاهداتك أنت، المشاحنات الموجودة على الوسط الرياضي والناس ما بين الاستئناف والوقوف أو كذا، قلنا روشيتة الرياضية كده في بريد كل الأندية وفي بريد أيضا الاتحاد في صدد الأيام القادمة إن شاء الله، لابد من عودة النشاط الرياضي طالما وزارة الصحة موافقة، لابد. يعني ده أنا أعتقد ده أمر جيد، عودة النشاط الرياضي أنا أعتقد ليست يعني تجمع عدد اللاعبين وعودة النشاط الرياضي خف ضررا من التجمع الذي يحدث الآن في الأسواق، والأصل في النشاط الرياضي هو العودة. الذين يحاربون مسألة عودة النشاط الرياضي، الأصل في لاعب كرة القدم يلعب، الأصل في النادي أن يستمر نشاط، الأصل في الاتحاد أن يكون هناك في نشاط مستمر، من غير نشاط مستمر كل هذه المنظومة تصبح منظومة خاربة. نعم. شكرا أستاذ سالم سعيد الصحفي الرياضي على هذا التحليل لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. شكرا جزيلا. شكرا عليك. مقدرين. مواصلين معكم مشوار الصباح الحي والمباشر وبلدنا الغالب تنوع أكيد حيكون في أيام. نحن انتهينا خلصنا. خلاص ختام الحلقة. طيب شكرا جزيلا على المتابعة مشاهدينا، نأمل من خلال محطات اللي قدمت من خلال صباح الشروق أتنا رضاكم واستحسانكم. شكرا. نعم. يا لينا كتر خير. شكرا حمزة، شكرا سادة المشاهدين في كل مكان، شكرا أيضا العالم حتى جديد الملتقى في أمان الله.